ازيك يا دكتور اعدادي؟ السلام عليكم ورحمه الله. درس ثالث النهارده القوه الصحيحه السالبه. القوه الصحيحه السالبه لو جيت بتقول يعني بص سالب يبقى الجهد مثلا من الاثنين والسالب ثلاثه. دي بنعمل فيها ايه؟ لو جيت بص سالب بتتبع بعض التدابير، كل واحد على بحث الاس السالب، يعني يطلع لي 2 اس 3. لو واحد على 2 اس 3، واحد على 2 في 3 مع 8 بدون. طيب 3 اس سالب 2 نفس الفكره، كل واحد على بحث السالب يبقى واحد على 3 اس 2. طيب 3 اس 2 بنعمل اس في واحد على اس. طيب لو جبت الكسر بقى 2 على 3 مثلا كل اس سالب 2 بتعملها ازاي؟ يعني يبقى كسر مع اس سالب بتبدل البصمه على المقام. يبقى انا كده بدلت البصمه على المقام، طلعت 3 فوق نزلت 2 تحت، بعد كده بعمل ايه؟ احسب الاشاره السالبه يطلع لي اس 2. يبقى 2 على 3 اس سالب 2 دي بيساوي 3 على 2 اس 2، يبقى ده بيساوي كام؟ وزع البصمه على المقام 3 اس 2، وزع البصمه على البصمه المقام 3 اس 2 9 و2 اس 2 4. نفس الفكره لو جبت ايه مثلا؟ 2 على 5 كل اس 3 هي نفس الفكره بالظبط، بدل البصمة على المقام يبقى 5 فوق 2 تحت. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ الاشاره السالبه تطير 5 على 2 كل اس 3، وزع بص على بص المقام 5 اس 3 5 على 3 125 2 اس 3 في 3 مرات 8. نفتح مع بعض دلوقتي كتاب الدراسه صفحه 3. هنعمل في السؤال اللي هو الاكمل. طيب رقم ا بيقول لي ايه؟ 5 على 5 اس 2 قسم الاساسات المتشابهه. ليه؟ الاساس هنا 5 والاساس هنا 5، ثبت الاساس في ثلاث اسس. الاس هنا كام؟ طبعا ما فيش، يبقى واحد. بعد كده ناقص، في عندك تحت سالب 2 يبقى واحد، ناقص ناقص 2. نقدر نشوفهم في بعض، سالب سالب واحد يبقى 5 اس 3 تطلع بكام؟ 125. طيب هنا هنعمل ايه؟ تاني واحده ب اس سالب 1 كل اس سالب 3 تضرب الايه؟ الشرطين في بعض سالب سالب الموجب واحد في 3 3 تطلع عليه اس كام؟ ب اس 3. هي رقم مين؟ رقم جيم عندك هنا هتوزع الاسس لان ده ضرب، يبقى 3 اس 2 9. طيب س اس سالب 1 كل اس 2 نقدر بشرطين في بعض الاقسام في بعض سالب 1 في 2 بسالب 2. طيب يبقى ده ايه؟ 9 في 1 على زي ما قلنا عشان نحذف السالب 1 على سين تربيع. يبقى ده اصلها 9 على سين تربيع. لان 9 هنا اصلها 1 ضربنا وسط في وسط 9 9 1 في سين تربيع سين تربيع. طب وبقى 10 اس 3 هنعمل ايه؟ يبقى 1 على وسط السالب 1 على 10 اس 3 1 على 10 في 3 مرات ب 1000. فده السؤال رقم ايه؟ السؤال رقم ايه؟ 5 في 2 اس 0. اي عدد اس 0 1 يبقى اصلها 5 1 في 5. طيب نسي اس 0 ب 2 يبقى 2 في تسال السالب ازاي؟ كل واحد على سين تربيع. الاثنين على واحد وصل وصل بين واحد واثنين ومقام في مقام واحد في سين تربيع سين تربيع. اثنين على كام؟ سين تربيع. عندك هنا بص الوزع في الضرب يعني 3 اس سالب 1 يبقى 1 على 3 اس كام؟ اس 1. طيب في الف اس 2 بعدين اس سالب 1 بدل الاس في بعض يبقى الف اس سالب 2 اللي هي 1 على وشيل السالب يبقى 1 على الف اس 2 اضرب وسط الوسط على 3 في 1000 يعني 3 في 1000 يعني السؤال رقم برضه هنا 2 في س اس سالب 2 يعني 1 على س اس 2 2 في ص اس سالب 3 1 على ص اس 3 الاثنين دي على 1 اضرب بقى ايه؟ وسط في وسط في وسط 2 في 1 في 1 في 2. طيب 1 في س تربيع في ص اس 3 يا س تربيع ص اس 3. نيجي بعد كده للسؤال رقم 2 احسب قيمة رقم أ بيقول لك 5 أس سالب 1، 5 أس سالب 1 يعني 1 على 5 أس 1، 5 أس 1 اللي هي 5 تطلع 5، 4 أس سالب 1 بنقسم بنفس الطريقة 1 على 4 أس 1 يعني 5 أس سالب 2 برضه 1 على 5 أس 2 يعني 1 على 5 ب 5 ب 25 1 4 أس سالب 2 1 على 4 أس 2 فتطلع 1 على 16 يعني 4 في 4. نيجي السؤال رقم ايه؟ ضرب الاساس المتشابه 4 اس سالب 2 4 اس 5 ثبت الاساس 4 اجمع الاسس يبقى سالب 2 زائد 5 بتطلع 4 اس 3 اللي هي بكام؟ 64 4 في 4 في 4 في 64. طب هنا 3 اس 7 في 3 اس سالب 3 اجمع الاسس يبقى زائد سالب 3 يعني سالب سالب 7 هو في سالب سالب الاسس بتساوي 3 هو في سالب سالب 7 ناقص كام؟ ناقص 3 فتطلع 3 ناقص 4 تساوي 81.
انت تصورها مع بعض وتصوموا بعض، يبقى 5 اس سالب 1 في سالب 3 يعني 5 اس 3 كام؟ ب 125. طيب ايه السؤال رقم ايه؟ بيقول لي 6 اس سالب 2 على 6 اس سالب 2 متشابه سالب الاساس، اطرح الاسس يبقى سالب 2 سالب وبعدين سالب 3. خلي بالك السالب ده بتاع القانون او القاعده، الرقم دي الاس الاولاني ناقص الاس الثاني في سالب 2 ناقص ناقص. طيب عندي شرطين او اربعه نضربهم، هنا سالب 2 سالب سالب 1 3 تطلع 6 اس سالب 2 سالب 3 اللي هي 6 اس سالب بكام؟ ب 6. طيب هنا كده ممكن نقسم البسط الاول، عندك 8 اس 1 في 8 اس سالب 2 ضرب 6 اس سالب الاساس يطلع اس 1 زائد سالب 2 يعني 1 ناقص 2 بسالب 1. طيب ننزل تحت 8 اس سالب 3 سالب 2 بقى نقسم الاساس المتشابه اهو، سالب 2 8 اطرح الاسس سالب 1 ناقص ناقص 3 على زائد 3 يبقى دي اصلها 8 اس 2 8 في 8 كام؟ 64. طيب هنا هنا جايب لك قوس وعامل كل اس سالب 2 انت احسب اللي جوه القوس ده يعني نزل القوس زي ما هو القوس اهو احسب اللي جوه. طيب هنا 9 اس 2 في 9 اس 1 يعني 9 اس 2 زائد 1 3 طب هنا 9 اس 5 سالب زي ما هي بدل يساوي القوس ده سالب زي ما هو اس سالب 2 هنا نسيب السالب مباشره 9 وهنا 9 سالب الاساس اطرح الاسس 3 ناقص 5 سالب 2 وده بيساوي كام؟ 9 اس سالب 2 في سالب 2 هنا دول اسين فوق بعض ده مع 9 اس 4. طيب 9 اس 4 كام؟ يطلع معاك الناتج ده هيساوي 3561 لما تضرب 9 في 9 4 4. نيجي للسؤال الثالث، السؤال الثالث عندك بيقول لك اختصر لحظه الصوره اول حاجه فقط ا سبع س اس سالب 1 زي ما قلنا دي اصلها 1 على 7 في 1 على سينوس 1 في سين، طب 7 كده على كام؟ على 1 طبعا 1 على 7 1 في سين في سين بتطلع 7 على سين. نيجي بعد كده سينوس سالب 1 يبقى 1 على سينوس 1 في سين دي صدر دي اعتبرها على 1 يقدر بسط الوسط بتاعك صدر بيها صدر بي على سين 1 في سين. طيب السؤال رقم 2 قال لك سالب 2 على 1 على سينوس 2 في نص سالب 3 يبقى 1 على وش السالب يبقى نص 3 اضرب بسط البسط معاك في واحد الف تربيع في نون تعليم يبقى الف تربيع في نون تعليم. طيب السؤال رقم ثلاثه عندي اسين فوق بعض يبقى ايه؟ نضربهم في بعض سالب 2 في 2 ودي اس 4 يبقى اس 1 على 1 على دي اس 4 دي تبقى 10 صور. طيب ايه السؤال رقم ثلاثه؟ برضه اسين فوق بعض نون سالب 1 وبعدين كل اس سالب 3 ونضرب سالب 1 في سالب 3 كام؟ يبقى 3 تطلع نص 3. هنا الاربع اساسات متشابهه لان هنا الاساس سين وهنا الاساس سين دول اساسات متشابهه سالب الاساس اجمع الاسس 2 زائد سالب 5 اللي هي بتساوي سين اس 2 وجمع سالب سالب 2 ناقص 5 ده بيساوي سين اس سالب 3 اللي هي 1 على كام؟ هي 1 1 على سالب اس 3. طيب السؤال رقم 0 بنفس الفكره هنا نحسب اللي جوه القوس الاول يبقى هنا القوس التربيع اهو ماليش دعوه بالقوس اللي بره احسب من جوه هنا أ أس 2 في أ أس 5 يبقى دي أ أس كام؟ 2 زائد سالب يبقى سالب على طول يبقى 2 ناقص 5 بكام؟ سالب 3. طيب وده بيساوي أ أس كام؟ عندك أسين فوق بعض سالب 3 وعندك 2 يبقى أ أس سالب 3 في 2 يبقى سالب 6 يبقى أ أس سالب 6 أسيبها كده ده لازم أجيبها في أصل صورة يبقى 1 على أ أس 6 تمام كده. نيجي للسؤال رقم كام؟ هنا بيساوي برضه هيكون عندك قوس احسب اللي هو القوس اولا وسيب القوس اللي بره زي ما هو. وهنا عندك قسم الاساس بوتشر سالب الاساس اللي هو سين اطرح القوس سالب 2 معلوم ناقص ناقص 4 يبقى ده بيساوي سين اس كام؟ اي 1 سالب 2 زائد 4 كل اس 3. طيب سالب 2 زائد 4 يبقى 2 يبقى سين تربيع كل اس 3. هنا دلوقتي بقى في قوسين في بعض عادي هضربهم في بعض يبقى سين اس 2 في 3 كام؟ 6. السؤال رقم 4 برضه نفس الفكره بالظبط خالص اللي هو الاقياس الاول هنا عندك الصفر مباشره سالب الاساس بتاع الاسس 5 ناقص ناقص 2 يعني 5 زائد 2 7 ففي اسين فوق بعض وصلت اس كام؟ 7 سالب 3 يعني سالب 21 يعني واحد على سالب اس 21. طيب السؤال رقم 50 بيقول لنا بيساوي ده اس صفر بكام؟ اي حاجه اس صفر بواحد او جاب ناقص طب 2 اس سالب 2 يعني 1 على اس 2 ده هو كام؟ أربعة كل أس سالب 2. طب واحد مفهوم ربنا على فكرة كان 3 أرباع كل أس سالب 2 لسه قايلين إن عندي أس سالب
ابدل البصمه على الحرام واحسب الشهر السلمي، يعني 4 عدنات كله سلمي. طب هنا بنعمل ايه يا مصطفى؟ هنا بنوزع البصمه ايه؟ البص على البصمه الحرام 74 16 73 9 ويطلع كلها كام؟ 16 على 9 44. برضه هنا عندي السنه عندي ضرب 3 والصفر 1 فيه 2 والصفر 2 يعني 1 على 2 والصفر 4 كله سلمي. يبقى ده بيساوي 1 في ربع كام؟ 1 في ربع الربع كله سلمي. طيب هنا هنعمل ايه؟ ايوه بدل البصمه على الحرام من النص السالب و4 على 1 كله 2 واشيل الشهر السالب وبدل البصمه على الحرام من النص السالب و4 على 1 فرق كام؟ 4 على 2 منها كام؟ 4 على 2 منها كام؟ 4 على 4 16. نيجي للسؤال رقم 4 يقول لك لماذا تكون ب اس سالب 3 غير معروفه عند ب بتساوي 0؟ ما تعالى نشوف هي ب اس 3 الاول بتساوي ايه؟ تمام كده بتساوي 1 على ب اس 3. طيب عند ب بتساوي 0 ايه اللي هيحصل هنا؟ يبقى هنا هنقول ايه؟ عند ب بتساوي 0 عندنا ايه بقى؟ هنستنتج هنا ان 1 على ب اس 3 هتساوي 1 على كام؟ 1 على 0 اس 3 على 0. طيب القسم على 0 احنا واخدينها قبل كده ليس لها معنى غير معروفه. وبالتالي هنا هنقول ايه؟ غير معروفه. القسم على 0 ليس لها معنى غير معروفه. كده بقى ايه؟ اثبتنا ان ب اس 3 تكون غير معروفه عند ب بتساوي ايه؟ بتساوي 0. شكرا. سنه اخرى.